فاليوم عم يشهد العالم تحول رقمي، إذا بتتحول الأنشطة التسويقية والإعلانية إلى منصات رقمية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل والهواتف المحمولة، وهالشي بيجعلنا نتوقف عند أحد استشاريي التسويق لنتعرف أكثر على هذا العالم، لا سيما بالمدن المفتوحة على الرفاهية أو اللي بتشكل سوق عالمي حقيقي. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع معنا بالاستوديو أستاذ أحمد أبو زناد، كاتب ومستشار استراتيجي للتسويق والإعلان ومؤسس شركة نيتف. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. بداية حابين نعرف الفرق يعني بين التسويق والإعلان، وليش هالمجال اليوم أصبح جزء من صناعة المحتوى والربح للمؤسسات. أوكي، شو نحط هذا؟ هذا الكتاب رح نحكي عنه. رح نحكي عنه. أول شيء خليني أحكي عن الفرق بين التسويق والدعاية والإعلان، بعدين بنحكي عن مجال صناعة المحتوى. فالتسويق في استراتيجية التسويق وفي تكتيك التسويق الماركتينج تاكتكس. الاستراتيجية هي بتبدأ بالفرصة السوقية لأي منتج أو لأي شركة أو لأي علامة تجارية، بعدين بيتم تقسيم السوق لشرائح وبيتم اتخاذ القرار للاستهداف، أي شرائح تستهدف المنتج أو العلامة التجارية أو أي فئة، وشوي كمان تحديد بنسميه تموضع المنتج أو العلامة التجارية البوزيشنينج، ومن بعديها بيتم التطبيق اللي هو التاكتكس التكتيك، فيها تطوير المنتج، فيها تسعير المنتج، وفيها توزيع المنتج، وفيها ترويج المنتج. ترويج المنتج هون بيجي الدعاية والإعلان. الدعاية اللي هي استخدام أي وسيلة تواصل لنقرب المستهلك من البايع ونبني علاقة مستديمة، أوقات ممكن تكون علاقة حميمة ما بين المستهلكين وهاي العلامات التجارية. في عامل ثقة يعني بين المستهلك أو عامل ثقة، وممكن يكون في يعني كمان عامل فيه عاطفة إيجابية. نعم. إذا بنيجي نحكي لمجال صناعة المحتوى، كان في يوم من الأيام السيطرة والقوة عند المروج، عند المنتج، وإحنا مجبورين نقعد وراء التلفزيون نحضر 15 ثانية أو 30 ثانية من الدعاية والإعلان. اليوم الجماهير عم بتكون على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وتغيرت الكفة، صارت القوة والسيطرة لإيش أحضر عند المستهلك، عند الجمهور. اليوم 50% من الجمهور في السعودية، في الإمارات، في مصر، 50% منهم عم بيستخدم اللي بنسميه أد بلوكر، اللي هو حاجز للدعايات. وصرنا كمروجين للعلامات التجارية المنافسة لانتباه وجذب انتباه الجمهور بطلت منافسة علامة تجارية ضد علامة تجارية، صارت علامة تجارية ضد محتوى، لأنه الناس على الإنترنت. فلما بنحكي عن المحتوى على الإنترنت عم نحكي عم ننافس مع فيديو ل بس كتكوتة لبيبي كتكوت، شوف قدي يعني هالمحتوى سهل جذب الجماهير. فصار في صناعة محتوى، صار في ضغط على العلامات التجارية مش بس تفرض الإعلان التلفزيوني على الناس، بالعكس صار لازم تعمل محتوى تتحسن من نوعيته وتحسن من الفن والإبداع اللي فيه. يعني أصبح عنصر أساسي المحتوى اليوم أكثر يمكن من المنتج بحد ذاته. يعني إذا عندك المحتوى هادف ومختلف بينجح المنتج. صح. وبعتقد هون المنافسة الحقيقية أنه بالمحتوى ما بيكون في قيود على وسائل التواصل الاجتماعي، يعني ما في شروط معينة بدك تتبعها لأنه بدك تنزل هذا الإعلان أو التسويق على تلفزيون معين، وبالتالي في حس ابتكار وكرياتيفيتي أكبر. بالضبط. طيب قبل ما نفوت بالعلاقة أو قبل ما نحكي عن كل المحاور اللي الناس اليوم حابة تعرف عنها، بدنا نبدأ منك أحمد. اليوم أنت لقبك سنسبل أدمان أو الرجل الإعلان العقلاني. خبرنا أكثر عن هذا اللقب. إحنا عندنا مثل بيقولوا باب النجار مخلع أو السكافي حافي، وهو المثل بيطبق على الشخص اللي كفؤ بمهنته ولكن ما بيطبق مهاراته على نفسه. اليوم الدعاية والإعلان وجزء منها الحديث اللي عم نحكي فيه، احنا مهمتنا وكفاءاتنا عن نبني هاي العلاقات ونحسن سمعة العلامات التجارية ونبني هاي العلاقة للعلامات التجارية وما طبقناها على أنفسنا.
ورسالتي أنا ومهمتي إنه أفرجي الناس إنه الدعاية والإعلان فيها عقلانية، ممكن تكون أحد القطاعات المبنية على نماذج علمية نقدر نحكم عليها ونعرف إنه هي مش بس لأجل التضليل، في إلها تطبيق ممكن يكون فيه عائد وفائدة للإنسان وللمجتمع وللتاجر. طب وصلنا للكتاب اللي موجود معك، كتابك رجل الإعلانات يواجه تشومسكي. ليش انتقدت عالم كبير مثل تشومسكي وهو اللي شايف بأنه الدعاية بتضلل الجمهور؟ شو رأيك باللي قاله؟ وبرأيك يعني مش مهمة التاجر هي الربح كمان بمكان معين؟ كلنا مهمتنا بآخر المطاف جزء من مهمتنا الربح، صح. ولكن لازم يكون في غاية أسمى. ولأجاوبك رح أبدأ بقصة من التاريخ وأقول لك على تطبيق هاي القصة على الحديث والحوار اللي صار ما بيني وما بين تشومسكي. بنرجع للعصر الأموي سنة تقريبا 700 ميلادي، كان في شاعر اسمه الدرامي، وكان معروف هذا الشاعر بشعره الغزلي، وكانت نساء العرب بتحب شعره الغزلي وتتطلع إلى شعره اللي جاي. واعتزل الشعر وكان بده يركز شوي على العبادة، وكان عايش ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويوم من الأيام وهو معتزل كان في المدينة وقابل واحد صاحبه تاجر أقمشة جاي من العراق يبيع خمار وعبايات وبده يرجع على العراق. بعد فترة شاف أنه صاحبه لساته بالمدينة، وصاحبه إجا شكاله قال له يا درامي بعت كل الألوان إلا اللون الأسود، مش عارف أبيعه، وعم ببيع هالنساء العرب وبدخلهم وبقولهم عن تفاصيل الأسود ليش أحسن تفاصيل المنتج، وشكله نساء العرب ما بحبوا اللون الأسود. قالوا الدرامي خليني أساعدك، والدرامي رجع للشعر وحكى أكم من بيت شعر، منهم قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبدي، قد كان شمر للصلاة أزاره حين وقفت له في باب المسجد. وحكى للأولاد الصغار غنوا لنا هالشعر ونشوف. ومش بس صاحبه التاجر العراقي باع كل الأقمشة أو الخمار أو الأسود والعباية السوداء، ليومنا الحالي الخمار الأسود هو أكتر شيء ترندينج عند النساء العرب. وهون برجع لنقاشي مع تشومسكي. في عنا التاجر وفي عنا الدرامي. الدرامي فنان مبدع وعنده بصيرة إنسايت للجمهور. التاجر غريب عن الجمهور ما بيعرفه وبس بده يسرد تفاصيل هالمنتج. تشومسكي بتصور العالم بيشوف الدرامي وبيحكي الدرامي ما حكى بتفاصيل المنتج، حكى هالقصة الشعرية. لازم نعيش في عالم كلنا زي هذا التاجر، نضلنا غريبين عن الجمهور والمستهلكين وبس نسرد العلامات. وهون تشومسكي اتهمنا انه احنا لما نعمل هيك عم نناقض، عم بتضلله يمكن، وعم نناقض نظريات الاقتصاد، نظريات علم الاقتصاد. ونظريات علم الاقتصاد افترضت انه البشر لازم يكونوا ملمين بكل تفاصيل المنتجات اللي بدهم يشتروها. اليوم بهذا علم الاقتصاد طلع علم اقتصاد جديد اللي هو behavioral economics، اللي هو الاقتصاد اللي فيه سلوكيات الناس، وأثبت انه هذا بيناقض نفسية الناس. اللي هن لما دخل العلم النفس مع علم الاقتصاد صرنا نتعرف على البشر كيف سلوكهم الفعلي على أرض الواقع. اليوم انت بتاخدي 10,000 قرار بالنهار، معظمهم ايش لازم تشتري. الدراسات اثبتت FMRI يعني درسوا مخ البني ادم، واثبتت انه اي قرار بتاخديه 95% منهم تعمليه بعقلك الباطني باللاوعي. فغريزتك بالعقل الباطني وباللاوعي عم بتدور على، احنا كائن حي رمزي اجتماعي عاطفي عم بتدور على هاي القصه. فالناس بتحب تشتري الليش الواي، لماذا هذا التاجر حابب، عنده قصة. اللي درامي بنى القصة ناسك متعبدي بده يلي يدوب بده يقوم يصلي وقفت له في باب المسجدي. الناس تحركت ونساء العرب تحركت مع هاي القصة. التاجر بده يسرد التفاصيل ما بدهم يسمعوها. إذا طبقناها هذه على الأسواق والاقتصاد، إجا عالم اقتصاد اسمه جورج أكرلوف ودانيال كينمان وحكوا إذا بنضل نطبق نظريات الاقتصاد اللي هي بتفترض هذا السلوك اللي هو مش موجود على أرض الواقع رح يوقع الاقتصاد. لازم المستهلك والشاري يكون في بيناتهم علاقة.
احنا بعد الثوره الصناعيه بطل في هاي العلاقه، صار في المسافه كترت وصار في كثير خيارات عند المستهلك، فصار في كمان عبء على المستهلك يدخل بكل هاي التفاصيل. احنا كبشر بنفضل نعرف ليه انت عم بتبيعني مش انت ايش عم بتبيعني، وبعدين بس اجربه يعني هن لما لبسوا الخمار الاسود حبوه. صح صح. طب قديش اخذ معك وقت تحضير الكتاب، دراسات وابحاث، لانه عم ترجع للتاريخ يعني؟ نعم. يعني أنا تشومسكي كعالم أتطلع إليه وبقرأ له كتبه وبحبه كثير وبحب كل أراءه، بس لما إجا انتقد اللي أنا بشتغله قلنا لا بدناش نضلنا أسكاح في حافي وباب النجار مخلع. أخذني شيء 4 سنين وكانت دائما أغيب عنه وأرجع عنه، وأكثر شيء شجعني أني أكمل فيه أني لما تواصلت مع تشومسكي رد علي وكان في تفاعل معه، يعني في ديبيت في ديبيت ووافقني الراي بمراحل وما وافقني الراي. هذه طريقه لتسوق الكتاب كمان. تسويق الكتاب. ما احنا مسوقين. طيب رح ارجع شوي عن سلوكيات الناس، لان كان عبالنا نحكي اكثر نحن وياك عن استهلاك اليوم المستهلك، يعني الاشياء اللي بيشتريها، خصوصا انه بنشوف عدد من الناس اللي بيهرعوا لشراء الامور الثمينه مثل السيارات الجديده، حتى لو سيارتهم هي سياره العام الماضي، بس بيطلع سياره جديده ليمتد اديشن، لو حتى منها مريحه بدي اروح اشتريها. هون جاوبت كانك شوي على السؤال، بس عبينا نغوص اكثر بالموضوع. بتعود الامر لتاثير الاعلان والدعايه الكبيره والبراند كاسم، ولا لا لنفسيه الشاري وعقله الباطن او الاثنين؟ اوكي. لما جينا ندرس وعلماء اخرين درسوا سلوكيات المستهلك الغير منطقيه، كانت الاستنتاج انه هي مش نتيجه الدعايه والاعلان، ومستحيل تكون نتيجه الدعايه والاعلان لانه فيها غريزه وفيها طبيعه. بعدين ضربنا امثله بهاي السلوكيات الغير منطقيه، في لها امثله بالطبيعه لانها طبيعيه. فاحد الامثله هذه هي احنا البشر نشتري هاي السياره الغاليه وفيها شوي فلاشي يعني بنفرجي اشياء في الطبيعه. التطبيق لهذا الشيء بالطبيعه والمثال هو ديل الطاووس. ديل الطاووس غالي الثمن عشان ديله الطاووس بطيء، هو عرضه ليكون فريسه لاي مفترس لانه عم بفرجيه. ديل الطاووس جننوا لداروين لانه هذا مش منطقي، هذا مش ضد صراع البقاء، ولكن ذكر الطاووس محتاج ليجذب انتباه انثى الطاووس. صحيح. في السوق هذا نفس الشيء بيطبق على ذكر الانسان، والدليل انه 9 من 10 من اللي بيشتروا سياره فيراري ذكور. في دراسه ثانيه فرجت انه نفس الرجال بده يقيموه نساء على قد ايه هو جذاب. نفس الرجال لما كان راكب بنتلي لقوه جذاب أكثر من لما كان راكب فورد فياستا، مع كل احترامي لأي شخص راكب طبعاً فورد فياستا. ولما عملوا نفس الدراسة على النساء وخلوا الرجال يقيموهم على الجاذبية، الرجال ما فرقت معه، ركبها بنتلي ركبها فورد، إذا جذاب جذاب. هو هذا نفس التطبيق، هذا السلوكيات الغير منطقية هي طبيعية جدا. لما يكون ذكر الإنسان بحاجة ليجذب انتباه أنثى بدور على رموز يحكي لها عن نفسه. وإحنا ككائن حي كائن حي اجتماعي، ما منعيش لحالنا، لازم نطلق وإشارات عن نفسنا، عن البيرسونال تريتس، عن شخصيتي. لا أقدر ممكن أجذب انتباه شخص، أجذب انتباه صديق، أجذب انتباه صاحب وظيفة. والبراند اللي بشتريه، العلامة التجارية اللي بشتريها بتساعد أعطيهم فكرة عن نفسي. طب ماذا تقترح إذا كانت غاية الإعلان هي ليست فقط تخبير عن تفاصيل المنتج؟ يعني ما هو الدور البديل للإعلانات؟ أوكي. هون رح أحكي لكم كمان قصة. بعام 1700 كان ببرشا اللي هي اليوم ألمانيا، القائد فريدريك ذا جريت، فريدريك الأعظم، كان عنده مشكلة إنه رح ممكن يصير في أزمة اقتصادية وممكن يصير في مجاعة، وكان الحل الوحيد انه الماسز الكل يزرع بطاطا، وقالهم عن فوائد البطاطا ودخلهم بتفاصيل البطاطا وشرح لهم ليش اذا بيزرعوا بطاطا راح يتخلصوا من المجاعه، ورفضوا يزرعوا البطاطا لانه صورتهم عن البطاطا اكل الفقراء، بشعه تحت التراب، كرهوها ما حبوها. اضطر يفرض عليهم انه يزرعوا البطاطا ويحبسهم اذا ما زرعوا بطاطا، ورفضوا يزرعوا بطاطا. اجى الحل لواحد عنده واحد استراتيجي زيه وقال له احسن شيء
تبني البراند تاع البطاطا، تبني العلامة التجارية للبطاطا. كيف؟ قال لهم البطاطا منتج حصري بس للملوك، وعمل حديقة بطاطا وحط عليها حراس. فالسلوك الغير منطقي لا هذول العالم انه اضطروا يهربوا ويسرقوا البطاطا ويبدوا يزرعوا البطاطا، واقتنعوا يزرعوا البطاطا، ولما زرعوا البطاطا انتعشت براشا. هون اذا بنحكي انه فريدريك ذا جريت افترض انه دور الدعاية والاعلان بس يحطيهم المعلومات، كان صار في مجاعة. فاضطر هو يبني العلامة التجارية البراند بصورة ذهنية فيها حركة العاطفة. هلأ بنفس الوقت هذا غير تضليل، لأنه البطاطا كمنتج هي مفيدة صح، وهي بس جربوها حبوها، بس كان في هذا الحاجز، هاي العقبة. فإحنا بنطلع على هاي العقبات، هاي الحواجز السلوكية، وبنحاول نساعد المنتج والعلامة التجارية تتجاوز هاي العقبة، ونخلي الناس لما تستخدم المنتج، واليوم مع كل المعلومات الموجودة لتقييم المنتج ما في مجال للتضليل صح. بس في حواجز سلوكية بتبعد المستهلك عن الشاري، وهاي الحواجز كان ممكن توقع الاقتصاد في سوق حر ومنافسة حرة. إذا المستهلكين غير مستعدين يشتروا لأنهم ما عندهم ثقة وما عندهم عاطفة إيجابية اتجاه هاي العلامة التجارية، بناء على عالم اقتصادي رابح جائزة نوبل حكى رح يوقع السوق إذا بيضل المستهلك ما عنده ثقة وما عنده حافز يشتري في سوق فيه منافسة حرة. المستهلك لازم يصرف ولازم يكون منتج، ممكن يوقع السوق. صحيح، واليوم منافسة كتير كبيرة، يعني خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي عم تشوف كم كبير من المنتجات. بس مثل ما قلت ما في مجال للتضليل، لأنه أصبح المستهلك عم بيشارك كمان بطريقة أو بأخرى بتسويق يمكن المنتج من خلال بعض التعليقات اللي نحن منتبعون على مواقع التواصل الاجتماعي. صح، اليوم أهمية التسويق الإلكتروني والرقمي ومخاطره أيضا. أكيد في له فوائد وفي له مساوئه. وين ما بروح الجمهور، وين بيكون الجمهور، احنا لازم نكون موجودين كمسوقين وكمروجين، ولازم نكون كمان موجودين بطريقه سهله يتواصل معنا. فاكيد خصوصا بمنطقتنا الكل عم بيكون على مواقع الكترونيه، فهاي هي اهميته. فإله كمان مساوئه. اذا برجع لقصه التاجر والدرامي، اليوم احنا بمثال انه التاجر حكى للدرامي لا فيك ولا في شعريتك ولا في فنك ولا بإبداعك. أنا اليوم هدول النساء العرب كل ما تجيب سيرة خمار أسود عباية ممكن أطلع بوجهها وأضلني أطش فيها وأقولها خمار أسود خمار أسود خمار أسود. انتبهي أنت، إذا أنا كنت التاجر وكل ما تحكي جيب سيرة خمار أسود بتطلع لك الدعاية على إنستغرام، وبطل فيه لا فن ولا إبداع بس إزعاج. هاي المخاطر، وجزء من اللي عم بحكيه بالكتاب انه بفقدان اي نموذج علمي لكيف الدعاية والإعلان لازم تكون وإيش ممكن يكون إلها دور إيجابي، إذا ما حطيناها وما اتفقنا عليها مع ناس منظرين ومفكرين ومثقفين زي تشومسكي، راح نكون إحنا بس وراء الربحية على المدى القصير. لما نكون إحنا وراء الربحية على المدى القصير راح نكون مزعجين، وهذا التاجر يحكي لا فن ولا إبداع ولا صحيح. درامي بس إزعاج. اليوم 92% من المستهلكين عم بيحكوا أنا مزعوج من التارجتد آدز، من هاي الآد اللي بتستهدفني اللي فيها لا فن ولا إبداع، وهناك إحنا عم نتوجه. اليوم الدراسات من جوجل عم تثبت أنه 70% من أداء أي دعاية وإعلان هي الكرياتيفيتي، هي الإبداع. 70% تأثيرها إبداع، لأنه رجعنا قلنا الإنسان البشر عاطفي بده إبداع. ولكن إيش عم بيصير؟ بس 10% من ميزانية أي دعاية وإعلان عم بتروح على الإبداع. الباقي وين عم بيروح؟ على الاستهداف، على الإزعاج، على التقطيش، على أقطع لك نهارك وحط لك دعاية بوجهك. وهذا المخاطر. وهذا المخاطر. طب سؤالنا الأخير اليوم، يعني ما في مؤسسة أو شركة إلا ما عندها قسم خاص للإعلان والتسويق، شو اللي اختلف اليوم هالعالم عن السابق؟ يعني مراحل التطور. هلأ أكيد كل شركة بحاجة لهذا الموضوع، وجزء من سوق حر ومنافسة حرة أنه يكون في عبء على تبني هاي العلاقة العاطفية والحميمة. مع تطور أي سوق لازم يتطور هذا القطاع وتتطور هاي العلامات التجارية. فالتطور هو ينحط أكثر ميزانية وانتباه وشغل وجهود على بناء علامة تجارية الجمهور بثق فيها وبحبها وبعشقها،
وإذا بنحكي عن دراسات تانية يعني لما درسوا FMRI كمان يشوفوا ردة فعل الناس لما يشوفوا شعار لوجو ضد شعار سامسونج أو شعار كوكاكولا وشعار بيبسي. اللي شاف شعار أبل بمخه تحركت العاطفة والتعاطف اللي هو واحد بحسها اتجاه أهله وقرايبه، وما حسوا ولا شيء اتجاه سامسونج. كوكاكولا وبيبسي حركت مشاعر السعادة، وهي سعادة حقيقية. فأنت ممكن نكون إحنا عنا دور تاني بهي تحسين نفسية الإنسان. ليش نكون العالم كله بيبسي وسامسونج اللي ما بتحرك أي عاطفة عند الناس؟ ليش ما يكون أبل وكوك؟ وهذا التطور اللي هو شوي أكتر وأكتر ننتبه إنه هاي العلامة التجارية مهمة، و70% من أداء أي حملة ترويجية هي الإبداع. فنرجع للفن والإبداع ونرجع لأكتر يكون هذا القطاع نرجع فيه نرجع لـ70% من الإبداع مبدعين زي الدرامي وزي التاجر الغريب. صح. كل الشكر لحضورك معنا أحمد أبو زناد، مؤلف ومستشار استراتيجي للتسويق والإعلان ومؤسس شركة استشارات نيتيف. أهلا وسهلا فيك. شكرا. وشكرا لكل هالمعلومات. شكرا. أهلا وسهلا، نهارك موفق. أهلا. شكرا.